مقادير الرز المعمر الحلو. اتفضل اوكي يلا. معانا نص كيلو رز، ربع كيلو لبن جاموسي برضو، ربع كيلو كريمة لباني، عبوة كريمة حلويات، 4 معالق كبار قشطة، 2 معلقة كبيرة سمنة، سكر للتحلية وفانيليا. اوكي يلا. احنا هنا عشان الطاجن بتاعنا زقنون دهنينه برضو، فهنعمل على قد الطاجن، بس المقدار اللي انا عاملاه ده هيتعمل في طاجن طبعا زي اللي انا مقدمة فيه. اوكي. اللبن هنا بيبقى ازيد شوية عشان ده ما بيبقاش مفلفل زي الرز الحادق. اوكي.